كما هو معلوم يعني انتهت السنة الدراسية 2019-2020 في أواخر شهر يونيو، وبدأنا في التحضير قبل ذلك للامتحانات الدورة يعني الربيعية، وكنا قررنا أن هذه الدورة تكون يعني حضوريا في أوائل شهر شتنبر، ولكن يعني الظروف الصحية في بلادنا وفي مدينة فاس ومدينة تازة جعلتنا أن نتخذ تدابير أخرى، من بينها الامتحانات عن بعد بالنسبة لجميع طلبة يعني المسالك المقننة كالماستر كالمهندسين يعني الإجازة المهنية، والعدد ديالهم حوالي 10,000 طالب يعني سيمتحنون عن بعد، وكذلك هناك عدد أكبر من الطلبة يناهز 45,000 طالب لمسجلين في الإجازة الأساسية. قررنا أن الامتحانات يكون ابتداء من 14 شتنبر وحضوريا، وكذلك يعني في مراكز أخرى غير الكليات المعتادين أن الطلبة يجتازون في الامتحانات، وخلقنا 10 مراكز للقرب في المدن التي فيها طلبتنا بعدد كثير، مثال تاونات المدينة غفساي تيسا وقرية بها محد في عمالة تاونات، وكذلك في صفرو في تهلا في قرسيف في بولمان وميسور. هاد المراكز القرب يمكنوا من الطلبة ديالنا اللي متواجدين في هاد المدن انهم ولا يعني قريبة من هاد المدن انهم ما ينتقلوش الى مدينة فاس ولا الى مدينة تازة، ويمكن لهم انهم يجتازوا في ظروف حسنة الامتحانات ديالهم في هاد المراكز ديال القرب. اذا العملية يعني عملية التحضير لهذه الامتحانات بدات في منتصف شهر غشت، والان الحمد لله بدات يوم الاثنين 14 شتنبر، وس يعني تتواصل لمده 3 اسابيع بالنسبه للدوره العاديه. الاسبوع الاول مخصص للاسس السادس، الاسبوع الثاني مخصص للاسس الرابع، واخيرا الاسبوع الثالث مخصص للأسدس الثاني. ومن بعد الدورة العادية هناك كذلك الدورة الاستدراكية اللي غادي تدوم أسبوعين من بعد هاد 3 أسابيع. كما تعلمون جامعة سيدي محمد بن عبد الله كباقي الجامعات وكذلك المدارس أغلقت أبوابها ابتداء من 16 مارس، ولكن يعني بالنسبة للطلبة يمكن لهمش أنهم يدخلوا الجامعة، ولكن كانت هناك استمرارية بيداغوجية، واشتغلنا على هذه الاستمرارية البيداغوجية باستعمال عدة وسائل تقنية وتكنولوجية، ومنها بالطبع التعليم عن بعد. انخرط جميع المكونات الجامعة من أساتذة جامعيين وكذلك من الفرق التقنية الجامعة في هذه العملية، وصراحة يعني توفقنا فيها بواحد الدرجة ممتازة. استعملنا يعني جميع ما هو متاح، وخلقنا كذلك فضاءات جديدة يعني للتعليم عن بعد. خلقنا منصة يعني متخصصة في التعليم عن بعد، واشتغلوا يعني الأساتذة في خلق موارد رقمية بيداغوجية جديدة، ووصلنا لواحد العدد كبير من هذه الموارد. كان العدد حوالي أكثر من 15,000 يعني موارد، إما دروس إما يعني كان هناك يعني دي فيشي باوربوينت، سابيتر دي فيديو، سابيتر دي زوديو، يعني جميع التقنيات استعملناهم ووصلناهم للطلبة ديالنا عبر
الانترنت عبر لي ريزو سوسيو وخصوصا عبر المنصة المختصة في التعليم عن بعد وهي مودل اللي متواجدة الآن في جميع المؤسسات ديال الجامعة. جميع الإجراءات قمنا بها وقاموا بها السادة العمداء للكليات الست اللي فيها الإجازة الأساسية، ونشكرهم يعني جزيل الشكر على جميع العمل، جميع يعني العمل الجبار اللي قاموا به هما والنواب العمداء ديالهم، الكتاب العامون، بالطبع كافة الأساتذة الباحثين اللي استجبوا لهذا العمل وقاموا به ومشاو وامتحنوا الطلبة ديالهم في هذه المراكز البعد، وبالطبع كذلك في الكليات ديالنا المتواجدة في فاس وأتاجع. هذا واحد الشكر عميق من القلب كنوجه للجميع يعني العاملين بالجامعة على جميع المستويات، وبالطبع كذلك نشكر يعني السلطات الجهوية والإقليمية على المساعدة ديالهم، ولولا هذه المساعدة ما كانش بإمكاننا أن نخلقوا هذه المراكز ديال القرب. شكرا جزيلا للسيد الوالي، السادة العمال، السادة رؤساء المجالس البلدية، وكل يعني المسؤولين، مسؤولي الشرطة في هذا ومسؤولين آخرين في هذا يعني هذه المدن اللي خلقنا فيها هذه المراكز ديال القرب. وبالطبع نطلبوا الله في الأخير التوفيق والنجاح لطلبتنا في هذه الامتحانات ديال الفصل الرابع.